السلام عليكم وأهلا وسهلا ومرحبا بجميع الأحباء والمتابعين، وأتمنى أن تكونوا في صحة جيدة وفي أفضل الأحوال. موضوع مهم جدا اليوم يهم كل من يمتلك أجهزة الآيكون، خصوصا الموديلات الآيكون آيرون بلس أو العادي، وأيضا من يمتلك أجهزة الآيكون ويجو. هذه الأجهزة إخواني بعض المرات تعاني من تشنجات أو من إعادة تشغيل، فقدان الإشارة. لماذا؟ لأن هذه الأجهزة تعمل بنظام أندرويد في نفس الوقت نظام لينكس، نظام مختلط، مما يسبب باج أو انهيار في النظام والجهاز يفقد عقله. لكن اليوم سنقوم بحل مشاكل هذا الجهاز عن طريق الريموت كنترول فقط، بخطوات بسيطة مع بعض سنحل المشكل من غير فرمطة عن طريق الكمبيوتر أو كابلات أو USB أو غيرها من الخطوات الصعبة على البعض المستخدمين. لكن اليوم سأريكم الطريقة سهلة جدا، تابعوا معي طبعا خطوة بخطوة، ركزوا جيدا كما عودتكم دائما على هذه القناة، السهولة في إيصال المعلومة. إخواني قبل أن نبدأ أو قبل أن نطلع فاصل، أدعوكم للاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، لايك لهذا الفيديو لأن هذا يعتمد عليكم لأضع لكم فيديو قادم إن شاء الله في هذه القناة حول بعض أسرار هذه الأجهزة. لن أطيل عليكم، نطلع فاصل ونكمل بعدها الفيديو. أهلا بكم مرة ثانية. نبدأ على بركة الله بأول مشكل يعاني منه مالكي أجهزة الآيكون آيرون العادي والبلاس وأيضا آيكون ويجو، وهو مشكل إعادة تشغيل الجهاز لوحده، ريبوت. الجهاز يعيد التشغيل كذا مرة، بمجرد أنه يشتغل تظهر الصورة، بعد ذلك يعيد التشغيل، وهنا المستخدم يقف حائرا مع هذا المشكل اللي حله سهل جدا. إذا إخواني نفترض أن هذا الجهاز يعيد التشغيل، لنفترض هذه المرة قام الجهاز بالتشغيل، بمجرد أن يشغل الجهاز ستذهبون إلى هذه الخاصية STB. هنا نضغط بضغطة مطولة على هذا الزر STB ويظهر لنا هذا الخيار، نضغط على Power Off في الوسط أوكي، ونقوم بإغلاق الجهاز. هذه أول خطوة، الجهاز الآن قمنا بإغلاقه على هذا الزر ونشغله مرة ثانية. للمرة الثانية نشغل الجهاز، وبمجرد بأن يعمل معنا الجهاز وتظهر الصورة بالكامل ننتظر، وأيدينا على الريموت طبعا لا تنسوا ذلك، لكي نفعل خيار مهم جدا، وهذا الخيار سيمكننا من أن الجهاز يبقى على وضعية الإيكو باور، يعني سيحتفظ بالتيار وسيحتفظ بالنظام بالكامل. إذن بمجرد أنه يظهر معنا نضغط على زر المينيو هكذا، ونذهب إلى هنا إلى سيتينج، بعد ذلك نذهب على سيستم سيتينج أوكي، بعدها على إيكو باور مود تجدونه أوف مغلق، نفعله على أون، وبعد ذلك إكسايت، وهكذا قمنا بتفعيل الخيار ونعيد العملية مرة ثانية على STB هكذا على هذا الزر وباور أوف مرة ثانية. الآن نشغل دائما الجهاز عن طريق هذا الزر بهذه الطريقة. الجهاز الآن سيعيد التشغيل بسرعة هذه المرة، وانحلت مشكلة إعادة التشغيل. هذا أول مشكل، ننتظر المشكل الثاني وحله مع بعض. الآن إخواني مع الخطوة الثانية اللي سنحل بها مشاكل هذه الأجهزة، خصوصا بأنها تعاني بعض المرات من تشنج أو إعادة تشغيل، ظهور المشكل اللونشر. عدد من الأسباب تكون غالبا ببعض التطبيقات أو سوء الاستعمال. الطريقة اللي سنستعملها اليوم والخطوة الأولى يجب التركيز فيها جيدا إخواني، لأن أولا سنقوم بعمل كلين للجهاز أو ما يدعى بعملية تنظيف للسوفتوير. هذه العملية إخواني تحذير، ستفقدون ملف القنوات، ستفقدون إذا كان لديكم تطبيقات عليها ملفات IPTV، ستفقدون إعدادات الدايسك، والجهاز سيتم مسحه بالكامل مع الإبقاء على آخر نسخة لديكم على الجهاز. هذا هو الفرق. إذن لو ذهبنا على السيستم في الانفورميشن نشاهد بأن هذا الجهاز الآن على نسخة 1.8.26، إذن سيتم مسح الملفات وكل شيء، ويبقى الجهاز على هذا السوفتوير اللي هو آخر سوفتوير، من غير يعني أن أعيد تفليشه أو تحديثه عن طريق USB. إذن هذه الخطوة الأولى،
سنركز على شيء مهم جدا، سأعطيكم العملية شفويا وبعدها نذهب لتطبيقها مع بعض. إذا أولا، عملية الكلين تتم بإغلاق الجهاز من التيار، وأستعمل في هذه الحالة هذا القاطع، وهذه عملية سهلة جدا، يعني من غير ما أقوم بإدخال الكيبل والريموت في إيدي. إذا أحسن شيء يكون قاطع تيار هكذا، لديكم المحول هنا وهذا هو الجهاز، ونستعمل الريموت. وفي الريموت كنترول إخواني، ركزوا، عند قطع التيار وتشغيله من جديد تذهبون مباشرة إلى الزر الأحمر بضغطات متوالية، يعني نضغط عدة مرات على الزر الأحمر بعدها الرقم 1 مباشرة. إذا هذه هي الخطوة، ركزوا معي، نقوم بإغلاق الجهاز، وبمجرد تشغيله سأضغط على الزر الأحمر عدة مرات ليظهر لدي ضوء في الواجهة يرمش باللون الأخضر والأحمر. عندما تشاهدون أن الضوء قام بالترميش تضغطون على الزر 1. أوكي، إذن على بركة الله نشغل الجهاز، ضغطات متتالية، رمش معي الضوء الآن الرقم 1. الجهاز الآن ماذا سيقوم، ماذا سيفعل؟ سيقوم بمسح النظام، تشاهدون سيتم مسح التطبيقات، مسح لائحة القنوات، وسيعيد التشغيل من غير هذه الإعدادات ويبقى على آخر سوفتوير. إذن ننتظر عملية التشغيل لتروا بأن الجهاز مسح بالكامل وتشاهدون رقم النسخة. إذن إخواني، عملية الفرمطة تدوم تقريبا دقيقة واحدة، يعني ننتظر، وظهر معي المنيو الآن، وتشاهدوا بأن سوفتوير بديت تلاحظوا current software version 1.8.26، بقي الجهاز على نفس النسخة، والآن لن أعيد تحديثه لكن فقط سأضيف له ملف القنوات مباشرة. إذا نشغل الجهاز بعدها ونشوف هل حلت مشاكلنا، هل حل مشكل تشنج أو شيء. إذا بقي نفس المشكل سنذهب للخطوة الثالثة هذه المرة، ولا تذهبوا بعيدا. الآن إخواني مع الخطوة الثالثة، النوميرو 3، نمبر 3، الحل الثالث واللي ممكن يصلح مشكل تشنج الجهاز. وهذه المرة إخواني سنقوم بعمل ريكوفري، مسح للسوفتوير نهائيا وإرجاع الجهاز لسوفتوير المصنع أو سوفتوير القاعدي لهذا الجهاز، واللي بالمناسبة جهاز الايكون ايرون بلس النسخة 1.7.33 هو السوفتوير اللي يجي مع هذا الجهاز من الشركة من المصنع. إذا إخواني في السيستم طبعا دائما 1.8.26 هي النسخة اللي على هذا الجهاز، ودائما نفس التحذير، ستفقدون قائمة القنوات، جميع التطبيقات، جميع إعدادات الدايسك، كل شيء سيتم مسحه. إذا من الأفضل عمل حفظ لهذه الإعدادات إخواني. إذا نبدأ على بركة الله، دائما نستعين بالقاطع الكهربائي، وهذه المرة نفس الطريقة، نقوم بإغلاق الجهاز من التيار ونستعمل الريموت كنترول، ونذهب مع بعض هذه المرة نفس الطريقة بالزر الأحمر عند التشغيل، وهذه المرة الرقم 9، نضغط على الرقم 9 هو المسؤول عن عملية إعادة الفرمطة والريكوفري لهذا الجهاز. إذا نبدأ على بركة الله، تابعوا معي. إذا نفس الشيء، نشغل الجهاز وضغطات متتالية على الزر الأحمر يرمش معنا، ونضغط على الزر 9 بسرعة، يعني هذه العملية تكون يعني متناسقة من غير ما ننتظر. تشاهدون إخواني الآن سيتم فرمطة الجهاز والرجوع إلى النسخة 1.7.33، وهذه المرة يجب إعادة تحديث الجهاز عن طريق السوفتوير وعن طريق اليو اس بي. سنستعمل اليو اس بي ونعيد الجهاز للنسخة 1.8، وبعد ذلك للنسخة الأخيرة، الباتش الأخير، ولائحة القنوات، وباقي الحكاية. إذا ننتظر، تشاهدون بأنه يتم الآن فرمطة الجهاز نهائيا، والآن ربما سيحل معنا المشكل اللي في الجهاز. إذا ننتظر معكم مرور التحديث ونلتقي بعد ظهور القائمة. وكما تشاهدون إخواني ظهرت القائمة، ولاحظوا الفيرشن current software version 1.7.33 اللي قلت لكم بأنه رجع على software المصنع. لدي هنا نسخة على الـ USB النسخة 1.8، أقوم بتحديثه الآن أولا عن طريق الـ USB للنسخة 1.8، بعد ذلك يمكنني تحديثه أونلاين. إذا نقوم بتحديث الجهاز، وفي انتظار بأنه يتم تحديثه
نختم هذا الفيديو اللي أتمنى أن يكون شرح مفيد لكل من يمتلك هذه الأجهزة الرائعة، ولكن مع ذلك يعني بعض المرات تعاني من مشاكل، هذه الحلول الرائعة. تستعملون فقط الريموت كنترول من غير سوفتوير، من غير كمبيوتر، من غير أي شيء. نتمنى أن يكون هذا الفيديو قد لاقى استحسانا لديكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم، وإلى اللقاء في فيديو قادم رائع سأضع لكم حول هذه الأجهزة. إذا لاقيت بأن الفيديو لاقى استحسانا وكان يعني مفيد ولايك عدد كبير، سأضع لكم فيديو رائع عن أسرار هذه الأجهزة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.